today I am going to make a new video. So please whatever. انا سيدهم كله يرتعش ضد التفريز ولا حركة ما فيكم ولا ندي جد العب فيكم في اللهب لعب ما يمدي ينتبه تعب لو بيدو منه وفر برا بعيد وانسحب صرخات في ذا العالم انا فيها بستلف تلطيش ومنية تعيش من تفكيكي يبني تخسر مؤقت بس لازم تدري استفز اما انت المعجزة ما تفيدك فراسي خذ الدرس راسم فيهم اكستكتي او تشريح جوجو بات مقتة خليك في ختمك واستريح في نص ذا المدينة سكونة جاكم حط بصم خططات عرض الحائط بيدي شكلك ثم القصة دي اوبشنز تقنيات مالها عد في مجالي دمجي ماله اي حد متأثر لا في نارك ولا بنيزك مستغرب قدرة الفك والشق king of the hell is back so boom 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 everybody fucking down شوف بالمطبخ رداك just this destruction right now king of the hell is back so boom 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 everybody fucking down شوف بالمطبخ رداك just this destruction right now في المجال ما بقي اي ذرة في الهواء من كم الف سنة وجرائمي للسبابة لا هدومة قبل العصفة ضد اللعنات دايما حاسم المنافسة في الجيجتس خايفين بحضوري ما يلزمني فيكم غير ميكومي خصوص وعائدك الغب الهمجي خليت لي حماية جسمي وجيت أدوري متعطش للدم أنا ببطش وانهش بكم جسد هشف النش انفش خوف اتحرك توربي من القوة اللي فيني ما حد قدر يستهين يا بوجه وينك ايش ذي الملل جيب الانفينيتي قدر انه يتجاري مع منتالتي انا سكونة اسمه ارعبي لعنى وادمي سوسون جحيمكم هنا في مدينتي king of the hell is back so boom 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 everybody fucking down شوف المطبخ رداك just this destruction right now king of the hell is back so boom 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 everybody fucking down شوف المطبخ رداك just this destruction right now يرتعبوا من حضوري دايما فوزي من حسن افتح فهرس العصابات تلاقينا واللسم متأثر بصعب الخصوم نسمي حد فيهم خصم بتلاقي فيهم تنبسم فمش بحاجة للجم اي حد يشوفك كوت اعجاز فمن ضعفه رح ينسحب كوني مرحم بالمواجهة الكل ضدي صار مرتعب في قتال اثبت حضوري ترتعش خصومي كيف تجريني وانت مامي تخضع بسعد قدومي اشوه براتلات تهشيم وجههم تنتسى يطلع شخص بهارب من حضوري دون ما المسا تتجرأ تمن تنافس ونعديها لا معتقد اطبع فيهم الهزائم اشوه خصمي كني اسف ياسر هيمنة اعدائي وابكت عاملي ببرود قد ما زادوا كبرياء انا اللي انتصر دون جهود لانكم اوهن مستوى ما تشغلوا لي بال في عيونهم اعتبروا فمنهم انهزم وحايا اعتبروهم اموات كلا منهم رح يهان راعبهم بالنزال لذا ما يجاروا ضد تمان ما اصنفهم عداء ولا شوف لهم اي مقام اي خصم قاتل يدان هاي من ملك وضاهي دام العظمة بدم تسير تعلي شانت بالتباهي مو بسهولة ند تصير رسم اللذل يقهر اذا نمامي كوفة انتحار من سخافة النزال اضمن بلحظة الانتصار كوتي اثبتت لمي بس انت حدينا غلط تبرت لي وحدي مني بس قائد عصابتهم سقط بالرغم اني نزه معاهم بس يتسموا بالوضاعة ضامن انتصاري ولو اجوني مع جماعة وانا مستني بفارغ الصبر اللحظة لانهي من كلب انتقامي لاخذها ما في احدا معاهم الجرائي حولي وقف امامي هادي مجرد معركة بس انتظرها سنين هادي بارد بالوجه وبقلبي حق الدفين عني كل الهم سال لما مني الدم سال حطمت كزلزال اشبع بحقد لكمات ما اهتمت لفعلي كل تفكيري بلحظة طعن باجي هشم بلكماتي جفطر وضارب حتى الممات يا اعتبروهم اموات كلا منهم رح يهان راعبهم بالنزال لذا ما يجاروا ضد تمان ما اصنفهم
أعداء ولا شوف لهم أي مقام أي خصم قاتل يداء لكم فرص عليكم نيراني لظى كل من صمم على قتال خلي للباقي عظه من صغري وانا متارك حد ولا في بصم علامة بالمهابة فاسمي تعريف الفخامة حاركم نظامي وقوتي وانا من بينهم ابقى هادي فما رح تعتلوا كواي لو تتسلقوا لدهور ومهما زادت قوة خصمي يبقى بعيني عادل اذا ما اشوفكم حتى عائق فانا مستسهل العبور طالب قتالي مالك معي اي شفيع تتقاوى بجثرة تيجي بغدرة طابعك وضيع وحتى معهم رح تنداس متجاروا لو ثواني فوزك ضدي من الاماني فانسى تجاري من الاساس مايكي اسم انبصم رعب علامة على الخصم لذا عدوي ينحسم مصيره خائر من هزم امامي ترجع اخصامي عارف عالي مقامي من فتوا لي نظر لسعلاكم تحت اقدامي اعتبروهم اموات كلا منهم رح يهان راعبهم بالنزال لذا ما يجاروا ضد تمان ما اصنفهم عداء ولا شوف لهم اي مقام اي خصم قاتل يدا الفكرة وبالدم كل شي اندفن 7 اكتوبر حتكون يوم الذكرى سودة فيكم تفيد اللي بعد الايام حتدور والثمانين جاية وانتو خابزينا في الاعادة فوكوكوس اللهم عادلة حرقوا لجندة وهزوها الفوق روحي فيه كذمة سوسة العبكم شهيد يا روحي روحي مالي روح 7 اكتوبر عادة تربيتكم غزة وما حنتخلى عن ارض العزة صبرين الحمد لله غزة وما حنتخلى جيتي وقيتنا وعدنا الله وقاف الشكر لو انضرب جفد بحبر كم بيت انخرب لا سامح الله يا عرب كيف ذاك الاخر قلب انضرب يا فرجة وبحر ما تكفي عزيمتهم للحيط هدم الموت ما يشوفوا شي رستن بيس نو بيس بس هدد مجا من عدم حيط انهدم بس ما تطيح الفكرة وبالدم كل شي اندفن 7 اكتوبر حتكون يوم التكرة عزة دي مو ايجو والخوف منه ده صار زي لوجو والخنزير حنفرتكو 360 لفها زي بوم ما في حدود ارضنا دي وما في نقاش حجارة ضد مدفع ورشاش ده زمان الحين قذايف وانعاجاكم رعب من صافرة اندار يحليلكم دي الخاتمة نهايتكم جات ما هي بروبا ما يكفيكم عدد ومدد مستقريب عيونكم تشوفها وندري ما بتكفي كتباتي ردت فعلي منه البادي اعلامه معنوب وش انا حرمي ميدل فينجر والنص لنا آتي فرجة وبحر ما تكفي عزيمتهم للحيط هدم الموت ما يشوفوا شي رستن بيس نو بيس بس هدد مجا من عدم حيط انهدم بس ما تطيح الفكرة وبالدم كل شي اندفن 7 اكتوبر حتكون يوم الذكرى فرجة وبحر ما تكفي عزيمتهم للحيط هدم الموت ما يشوفوا شي رستن بيس نو بيس بس هدد مجا من عدم حيط انهدم بس ما تطيح الفكرة وبالدم كل شي اندفن 7 اكتوبر حتكون يوم الذكرى اقلب الساحة واسبيها لو ما تعرف مين مدارة سيد عائلة الاتشيها وفيها بجدارة اكسر سرسينا باشارة امسح بالسجن فقارة بس انسرسف السوسان تسمع مني سايونارا اقدر بسهولة انهيك املك قوة مثالية لقاك وجيك وتوظف فيك لب مستحيل تقدر علي هذا الوضع قال فوضى ترى السبب ارجع لي لاني بالفعل قدرت بعد التكملة بديل يا رجع قوي محترف مين الخوف بيلعب جودو انت واحد عادي ضدي وانا بهيئة الريكودو يعني مستحيل تفوزو
لو كان عندك ملك يوبي انا امتلك كل من جيك وهجد عالم الشينوبي معتمدين على ناروتو يعني باللدى حمية لو جاكاشي كينج نيتسو معه مين النسخ مية عادي ما بيأثر فيا صوته مزعج صوت بنية اذا الحب كانت هنا تتوقع كيف تجي ذرية سيطر على هذا العالم الفعل عندي اجرامي شايف كيف خايفين كل الشينوبي قدامي ما راح اعلن استسلامي خوفكم هنا الزامي دمتكم متجمعين بنزل نيسك ورا الثاني يعني الوين حتفوت انا راجع من البوت هنا وجهها مدارة يعني لا اسمع اي صوت اهدم اسنام حطوها كل قائد كان بكلها عندي الشكرة ما شافوها يلا جهزوا التابوت انا راجع من البوت هنا وجهها مدارة يعني لا اسمع اي صوت اهدم اسنام حطوها كل قائد كان بكلها عندي الشكرة ما شافوها يلا جهزوا التابوت دا مجاني بسير عليه الجاني هاشيراما يا سنجي يقول لك بتهرب قدامي ما راح تنجو راح تعاني احيو الهوكاجز عشاني في ضدي بيوقفوني ارجع انا ادفنهم ثاني انا اتحكم بالشارينجن يعني من جاني راح يندم كاني في يده شيدوري واليد الثانيه راسنجن يا كاكاشي افهم قوتك ما بتعينك ما انت فرد من الاوتشيها يعني ايزي افقع عينك ماني دانسو ما تقدر تجاريني يا ساسكي انا مدارا يا غبي ماني فرد من الاكاسكا الفنقاره بترابا وقي هذا من جابه ينجلد لو حتى يفتح ثامن بواب اشوف الكل واقف قدامي من فيكم اسطورة ابغى واحد طول وعرض اكبر من جبهة سكورة بنهي وضعه ثواني حتى لو انه ما دارا اني اقوى من في الارض هنا وجهة مدارة اسيطر على هذا العالم الفعل عندي اجرامي شايف كيف خايفين كل الشينوبي قدامي ما راح اعلن